السلام عليكم، مش علينا، متابعينا على الساعة زراعة أونلاين. النهاردة هنتعلم ازاي ندور شفليرة. نبات الشفليرة نبات حلو بيعيش في الدنيا، عايز نسبة هواء بس وظل، أهم حاجة الظل. بصوا زي ما حضراتكم شايفين، هو أصفر وورقه وكش كده، كل ده عشان يتحدى ساعة شمس بس. شوف بقى هنعمل كده. وعامة كده بدور ملت الدنيا، فمحتاج تدور في قصيص أكبر وكده. هندور دلوقتي، هنتعلم ازاي ندور دلوقتي. الخليط بتاعنا نسبة رمة التانية، ده اللي احنا بنشتغل بيه. نحط حبة هنا، هنزود كده. احنا دورنا كده، هتتزرق ان شاء الله. هوريكم ازاي نظبط كده ونحطها في درل عشان يتحسن بس وكده. تمام،